صقور الأرض. عرض صقور الأرض على قناة سبيستون عام 2005 على كوكبي تاريخ ومغامرات، وقد حظي هذا العمل بإعجاب الجمهور لأنه حمل أسماء عربية مشهورة. شهد صقور الأرض صراعا بين الخير والشر، إذ كان الأقوى يصرع الضعيف لتوسيع ملكه، ولكن عبد الرحمن وحمزة وحكمة تعاونوا على محاربة الشر ونشر الخير. فما أجمل أن نكون يدا واحدة ليعم السلام والخير في الأرض. سيفي ورمحي في وجه المحن.